ذهب كأس السوبر التي تجمع بطل كأس الملك الممثل بريال مدريد وبطل الليغا ممثلا ببرشلونة وعلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. بعد البداية بنحو دقيقتين بدأ كريم بنزيما في أخطر حالاته عندما سدد كرة اصطدمت بالدفاع وخرجت من الملعب، لكنه كاد يفتتح التسجيل بالفعل قبل انقضاء الدقائق العشر الأولى عندما سدد برأسه كرة تألق الحارس فالديز في إبعادها عن مرماه في اللحظة الأخيرة. ومع الدقيقة 13 هز مسعود أوزيل أركان ملعب البرنابيو بهدف مخادع في مرمى فالديز مكللا جهود بنزيما الذي صنع الهدف بالنجاح. كان إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل على أقل تقدير أولوية بالنسبة للفريق الكتالوني رغم انشغاله بمراقبة لاعبي النادي الملكي، حتى استطاع دافيد فيا أخيرا تسجيله في الدقيقة 36 مثلجا صدر المدرب غوارديولا. وعلى غير المتوقع بالنظر إلى قلة هجمات برشلونة نجح الأرجنتيني ميسي في هز شباك إيكار كاسياس للمرة الثانية قبل نهاية الشوط الأول واضعا فريقه في المقدمة. بعد بداية الشوط الثاني بتسع دقائق نجح ريال مدريد في إدراك التعادل بهدف سجله شابي ألونزو من داخل منطقة الجزاء. نجاح ريال مدريد في إدراك التعادل بالنسبة لغوارديولا كان يعني بالضرورة تعزيز خط الوسط بخدمات شافي هرنانديز وخط الدفاع بصلابة جيرار بيكيه اللذين دخلا على التوالي، لكنه لم يمنع الفريق الملكي من مواصلة محاولاته لهز شباك الضيوف، وكانت الفرصة مواتية في عدة مناسبات، كما سمحت الفرصة أيضا لبيدرو في استعادة التقدم لفريقه برشلونة قبل النهاية بثلاث دقائق دون أن ينجح، لتنتهي المباراة على إيقاع التعادل في انتظار لقاء العودة في الكامب نو الأربعاء المقبل.